كما وعدناكم مش حلو ملف حارق اليوم. سعداء باستقبال سي مالك السيحي اللي هو تونسي مقيم في فرنسا. صباح النور، مرحبا بك سي مالك. شكرا قبولك الدعوه الصباحيه. انت تقول في نابل هكا ولا؟ اي انا نسكن في نابل. تسكن في نابل ولا؟ مرحبا بك. دونك سفيان باش نحكيو اليوم على ملف مهم. هو كان بعث باقتراح ل هو من 8 جوان 2015 راسل السيده وزيره السياحه يقول لها عنا هو يعني يخدم مع شركات في فرنسا، وقال لها انترناشونال بروسبكت تنجم تعطيكم 500 مساحه اشهريه للتعريف بتونس وبالسياحه التونسيه، يعني 4.5 متر على 2.20 متر يحطوهم في كراهب يدوروا في المنطقه باريس بكلها. ما جاوبتوش الوزاره يقول لنا حالته على شكون. فيما بعد ما عمل جلسات مع السيد الوالي، والوالي كاتب الوزيره وغيره حبوا يعملوا حاجه نهار 20 مارس انتوكا طيب يفسر لنا. سي مالك مرحبا بك. مرحبا بك يا شيخ. الو كنت تقدم لنا انت المبادره نتاعك وعلاش؟ المبادره نتاعي هي كانت اقترحت سيف عمناوي بعد ضربات سوسة على وزاره السياحه نمكنوهم 500 مساحه اشهريه متنقله على شاحنات متنقله. مقابل ولا بلاش؟ بدون مقابل. كلمت السيده الوزيره، حطتني اون كونتاكت مع ديريكتور دي كابيني نتاعها، هزيت له البروجي قدمته له كل شيء. بعد ما اتصلوش بيا، قعدت مستغرب شويه. السنه في شهر جانفي تقابلت مع السيد ولي نابل مشكور، اقترح واحد نحكيه كل شيء. قال لي واحد نحكيه على السياحه. قلت له لا عندي بروجي ما رجعوليش فيه ريبونس. عطيته البروجي عجبه كل شيء. قال لي بي انا تنحاول نتصل بالوزيره ونشوف كيفاش نعملوا البروجي هذا. راسل هو الوزاره كل شيء. عملنا 4 أو 5 جلسات. عيطت انا لواحد مدير الشركه في فرنسا، جبته انا لنابل، قابل السيد الوالي كل شيء، وكنت على اساس نصحوا اتفاقيه. لكن للاسف ما وقتها ما عرفش شنو الظروف اللي خلت بلوكيت لا سيناتور. اي دوبوي بعد جلسات اللي عملناهم كل شيء ما صرحت شيء ولا. معناتها ديوان السياحة؟ ديوان السياحة جلسات حضر فيها المندوب الجهوي للسياحة. ايوا. اخر ما قال لي احنا ما عندناش فريمون بيجي باش نعمل بيبيستي. اي هي البيبيستي هذه قداش تتكلف؟ هي لوجيكمون كان معناها هي كم تولي فاكتوري، احنا نقترحوها مجانا. هي وقت تولي فاكتوري تتكلف 2 مليون اورو. معناها 2 مليون اورو 2 مليون اورو تقريبا 5 مليار دولار اكزاكتومون. خاطر هو سعر الشاحنه الاشهريه في اليوم 390 اورو. الحمله باش تدوم 15 يوم على 250 شاحنه في باريس. في باريس. وقداش باش تكلف على الوزاره اذا كان باش تعطيوها انتم غراتوس؟ باش تتكلف جوست باش تحضر ليزافيش وتلصقها. قداش؟ ليزافيش 5 يورو اكثر. نطبعوهم كوغ هنا في تونس تكلف 10 ملايين. 10 ملايين. 10 ملايين. يعني قيمة 5 مليار دولار تعملهم ب 10 ملايين، لكن ما تبعكمش. الوالي حرص على المسألة هذه. حرص على المسألة هذه، راسل الوزارة، عيط المندوب الجهوي للسياحة. ما تبعكش بكل وزارة؟ أنا آخر مرة كانت الإنترنت. والديريكتور جينيرال دو انتيتي ما اتصلش بيك؟ حتى حد لا اتصل بينا. دونك اخر مره كما قلت لك جاء المندوب الجهوي للسياحه. يقول قايل انت علاش عملت هذا؟ انا شوف اليوم انا باغ دوفوار باتريوتيك، واجب وطني. انا راها اليوم كل لا باهي ياسر، لكن هذا قيمته كمان 5 مليار دولار. قيمته 5 مليار دولار. انا قل لي في الحكايه في استطاعتك انت يعني توصلهم؟ في استطاعتي ان هما لي سيبور بيبيتي موجودين، اي سون با اكسبلوتي. خاطر هما دي سوسيتي دو لوكاسيون دو فيكول. دونك انا اقنعت لي بارتنير نتاعي كل شيء، قلت انا اقنعتهم وقلت انت تذكروا فوتخ كاليتي سي جنرال مانجر في انترناشونال بروسبكت هذايا هكا ولا؟ فوالا سي سا. دونك دوبوي 2005 ايوا فوالا. قلت لك تو سامبلومون اقنعت لي بارتنير انا باش نعمل الحمله هذه بور لا تونيزي. بور لا تونيزي ايوا. دونك السيبور موجود، بوكوا نو با اكسبلوتي. انت قلت لها الوزاره او الوزيره ولا المسؤولين وانه باش يتكلف عليكم اتوكا سي 10 مليون تونسيه؟ احنا انا قلت لك اخر جلسه عملتها مع السيد الولي اللي هو معناها ولي نابل معناها مجانا، وكنا كلمناه باش نعملوا ان سيري ديفينمون، وقلت له في ليزيفينمون الاخرين باش نعملوها باش نعملوا سيت ماركتينغ، تصاور باش نعطيو دي كادو في ليزيكول، باش نعملوا دي تي ليفري، عملنا توت ان بروغرام وكل شيء. دي بروسبكتوس باش نعملوا دي فيلي دو مود في شونزيليزي على سوفاج هكاك بوغ اتيري لاتونسيون، خاطر الشونزيليزي كحط سيبو فيه ديفيلي دو نود فيه 200 و300 واحد تونسي لابس لبسه تونسيه، سافا اتيري لاتونسيون، سافا كريي ان فينومين دو بوز.
معناها كيك باخر تعرف انت اليوم الناس الكل تهز التليفون تاعها وتصور. وحبيتوا تعملوا شنو ليزيفينمون بلا مناسبه مثلا 20 مارس قلت؟ هو شوف هو كيك بار ديما نشكيو ونقولوا ثم مشكله عندنا في الترويج للسياحه سيدي سويت. كي نقولوا باريس اليوم باريس هي عاصمه عالميه للناس الكل يجوا يزوروها فهذه كابيتال دو موند كابيتال دو موند معناها كيك بار وقت تسوق تعمل حمله شهريه في باريس هي ساكونسيال العالم الكل. الشنوي اللي باش يجي يصور هو شاشيه تونسيه بحث قدام التور ايفيل كيلكو باغ زاد لتوريف زاد التصوير تصويرته هو تصوير التوريف اللي باش يحطها من بعد على الفيسبوك نتاعو زاد شاشيه تونسيه. هذوما نماذج من قدمت انت يمكن مشروع ينجموا يعتمدوه نتاع لي زافيش في الكاميونات نحطوها على السيت على خاطر السيت امبورتون معناها تقولوا باغ اكزومبل ريبوزي فو سيغ دي بلاج ديكوفري لا تونيزي فيزيتي دي لونسيسترو فوي لا تونيزي ديفيرامون تحطوا الجم تحطوا الكسول تحطوا الصحراء البحر مختلف معناها مناطق سياحيه شوف برت هنا ما عادش هو قص عليك هو الاكسيبسيونيل في البروجي هذا هو هو سافا انفاير باريس 250 كي تسيبوا في النهار في وسط باريس 250 كاميون على 15 مش مش اي كل يوم يخرجوا على 15 يوم كل معناها في كل زوز كيلومتر مربع قلت باش تلقى فيها كاميون معناها كيلك باغ ما بين زوز اونجا باش تلقى كاميون فيه تصويره تاع تونس تحط حتى في الوحده نتاعك لو بوت تقول باش نسال انت توا هذه معناها هنا بلاني جايه الوزاره ملياردوات هما قاعدين يعملوا حشوات يتكلفوا عشرات الملايين انا في المهم تو عملناه وقت قدمت للوزاره المشروع هذا قدمت زاد مشروع اخر يخص معناها تدعيم واحد السياحه الجزائريه اللي هي قاعده البيست الاخرى وكان رفض واضح مع اني اقترحت قلت كيفاش بالله كان تفسر لنا هذاك؟ عملنا بعد الاحداث اللي صارت كل شيء ما صارت المأدب الافطار تاع القصبه هذيك اللي ما خذتش حتى رواج جيت اقترحت انا باش نعمل مأدب مازال اخر ثلاثة ايام على شكون اقترحت؟ اقترحت على ديريكتور دو كابيني تاع الوزيره ايوه اللي هي بعثتني فيه اقترحت علي انا قلت باش نعمل مأدبه اتصلت بالنزل باش ينظم لنا المأدبه كل شيء على شرف السفير الجزائري وباش نحضروا فيها الاعلام الجزائري خاطر الزايد باش نعملوا مأدبه فيها اعلام تونسي اكاهو ليماج ماهيش توصل للجزائر واقترحت اون مونتون باش نعمل لابياج نتاع لي زاكس برانسيبو في نابل كلها باللي درابو نتاع تونس والجزائر ايوا معناها شكون اتصلت بالمسؤولين؟ قلت لك ديريكتور كابينين تاع الوزيره اي اتصلت وقتها اليبوك بولي نابل ايوه والمندوبيه الجهويه تاع السياحه في نابل عملت لهم واحد مراسلات وكل شيء في الاخر وصلت وصلت ديريكتور الكابيني قلت بور ديفيزي الميساج بوزيتيف على التوانسه راهو بيان فينو لي الجيريان عندنا سي دي سويت تعرف انت انا بيرسونيلمون من الناس وقت اللي راه ربوا تونس برا من تونس يعمل لي لحمي قشعر معناها سي لا ميم شوز عند الناس عند الناس كله باهي وهذه زاد كيف كيف باش تعملها غراتوس ناخذها اون شارج 100% قلت انا نجيب للصحفيين من الجزائر خاطر لازم للميديا الجيريان خاطر احنا نكونوا حاضرين نكونوا حاضرين باش نعديو الميساج هذا انا باش نكفل بالمأدبه انا باش نعمل لي درابو دايوغ وقت عملناه معناها سي فغي معناها قالوا لي لا فير فيرمومون وعملت ابياج نتاع ثلاثه الاربع انهج في نابل باللي درابو نتاع الدول الكل وحدي هكاك كيلك باغ الحاجه الوحيده اللي حصلت لي وراها المبادرات هذه كل اني ما نهار منهم جتني الواحد لي رونسينيمون نقولوا نتاع واحد بحث تحقيقي علاش تعمل الشيء هذا الكل. فوالا لكن بالنسبه للرفض قلت قطعي كيفاش؟ رفض قطعي قال لي هكا ديريكتور الكابينه تاع الوزيره احنا كلينا كبوت في المأدبه نتاع القصبه مانيش مستعدين باش نشاركوا في حتى مأدب اخر. اي هل بالنسبه ليك سي مالك تو انت وجد دون لوت فولتيج كمان تخدم في شركه في باريس سياحه في فرنسا تعرف فرنسا واسبانيا وصلوا السياحه الحدود معناها رهيبه يعني هل انه هذايا اما ناس حتى معناها يقول لهم السنه الجنه بسلاسل شنو الحكايه معناها باش تفسر انت بسيكولوجي تو على ما يبدو سيد الوالي قد معك اربع خمسه والي نبل قد معك سي الوهمي قد معك اربع خمسه جلسات وعمل المراسلات هو نفسه للوزيره سيدي انا نقول اليوم ثم غالونتي كبير ياسر في الاداره غالونتي كبير لا هذا بلوكاج بلوكاج كومبليتمون غالونتي تنجم تتعدى حتى دولو في الساعه تعدى اما هذا بلوكاج مبينين انا باش نعطيك انا اوتر اكزومبل البارح جبت دوناسيون لولايه نابل قيمتها 100000 دينار جايب شريك وجاب هيبه لولايه نابل من فاش تمثل؟ تمثل في 200 بيرو 150 واحد فوتي دو بيرو 20 طاوله تابل دو غينيون و20 اورديناتور وجبت الشركه اللي باش تعطي الهبه وكنت انا جبتهم على اساس انه كانت الهبه توصل حتى ل 500000 دينار. وقت وصلنا البارح مثلا باغ اكزومبل للولايه
جايب شركه فرنساويه فيان سانستالي هنا في تونس، حابت تدخل معناها تونس باش تعطي هبه تخدم على الكوتي سوسيال نتاعها. كيلكو باغ المسؤولين تلقى سيريموني باغ اكزومبل يستقبل نورمالمون المسؤولين جاو قعدنا. صحيح السيد الوالي كانت عنده التزامات تعطلت الواحد كل شيء، ملوحين في كلوار قعدوا ديريكتريس اللي جات معايا دي ريسورس هيومين ما حضرتش حتى للجلسه، قالت انا نعترض. قعدت ساعه غير ربع قاعد نستنى مانيش قبش ندخل ومالغري ساعه عملوا الدون تاعهم، قال لك احنا اوني لا بو بارتيسيبي في اي اكسيون تعملوها. سي غراف معناها بون مش كولتور دو سيستيم، هذه كولتور دو بلوكاج معناها لينيرسي. كولتور دو بلوكاج انا بيرسونيلمون عندي ان ديزين دو بروجي، فما منهم دي بروجي كاريمون بور فير لا كونت. يقول لك العباد فما اش قالت استاذ ربي تقول لي تي با دو فوات باتريوتيك دا كله، لكن هذا كمان شو سي سوفيا. انا كنت بكري عندي حاجه، كنت وقت نقرا سبع وقت نقرا في المدرسه 7:30 تاع الصباح، وقيت في مدينه تالا من ابرد المدن في عائلة صحيحة عائلة عريقة في تالا. وقت احسن اذا احسن حاجة عندي على الصباح 7:30 وقت تبدا يدي بالبرد ونجري باش نمشي نعمل لام تحيط العلم باش تهز العلم. ايوه اجوردي انا نقول الناس كلها اوني فاس ان ديفوار باتريوتيك، يزينا من الانتهازية، خاطر الانتهازية وصلت لنا وفان كونت فوالا. دونك مالك الصحيحي انت تاكدوا انه لي موتيفاسيون تاعك باتريوتيك، جبت مشاريع نتاع مليار دوات لوزاره السياحه لو ان تي تي، جبت لهم زاد مشاريع اخرى نتاع تنميه السياحه مع شقيقه الجزائر، جابوك برفض. كيف كيف هذه الهبه اللي جابوها الفرنسيس عطاوها للولايه تقول ما خدتش حظها كما ينبغي. السيد الوالي نتاع نابل فيزيبلومون قعدت مع المندوب الجهوي عمل مراسلات للسيده، عمل مراسلات نتاعو يعني هو مقتنع مقتنع بالمشروع نتاعك دونك مشكور. لكن الوزاره فوالا تو سامبلومون ماذا بينا السيد الحبيب الصيد نطرحوا له هذا التساؤل. هاو كيف كيف هاي المراسلات هاي الوثائق تو نصوروهم نحطوهم على السيت نتاعنا، هاي البروبوزيسيون اللي عاملها سي مالك السايحي على انتونسيون دو مدام سلمى اللومي ميستر دو توريزم هذايا من 8/6/2015 المراسله الاولى هذه نتاعو تقول لها معناها بروموسيون توريستيك وبلاش، هاي تقول لها معناها هو ان كادغيا فينومين فيرال دو بوز اترافير لي ريزو سوسيو افان دو بروبوزي سيت بروموسيون دو توريزم دو ليمال دو تونيزي سور توت لا فرانس سور لونسومبل دو بيي اوروبيان، ويقول لها معناها هذوما مش عاملوهم بلاش ها، تقولوا انتم تاكدوا لكم مش عاملوهم بلاش. هذه بعض المقترحات نتاع الصور نتاع لي كاميون اللي نجموا يخدموا عليهم باعتبارهم مختص في هذا. دونك جانسيست بيان بلاش ها بلاش، وقلت لك حتى لو باتونيل جبتهم من فرنسا وما نجمش مع السيد الوالي باش يتكفلوا على وزاره السياحه كان 10 ملايين. انا يظهر لي في الحاله هذه حتى قلت لهم 10 ملايين انا مسعد والله تو نلم انا واصحابي 10 ملايين من هنا للصبحيه تو ونوصل مدودل ونعطيهم للوزاره نقول له اعمل ليزافيش حط اللابيل بتاعك انت تونيزي. دونك على ما يبدو ثم مشكله كبيره. وصلنا عملنا برنامج متكامل ياسر بالتنسيق مع الولايه، كانت فيه بلان ديفينمون كنا باش نهزوا معناها باش نعملوا بليزيغ ايفينمون في برشا بلايص في باريس باش يكونوا معناها متزامنين، كنا حتى باش نوزعوا كوتي بيت معاهم شو اسمها الشقيقه هذيك على وليدات الصغار في المدارس اللي هي ساكوت 200 ميل بوما تيغلا تيغليغ هذيك. فوالا مدام سلمى رقيقه فيزيبلومون طلبتنا اون فا لابلي اي اون فا لابلي من غير ما تدخل معنا مدام اون فوز ابيل بور رياجيغ على شي مالك اكزاكتومون فوالا توت افي نكلموها مدام سلمى رقيق. اونتخ اوتخ نذكروا في معاك توانسه سي مالك السيحي يحبوا يشاركوا في التظاهره هذه، يحبوا يشاركوا في الاكسيون هذوما. فما برشا توانسه دايوغ حتى لي بارتنير تاعي فما فيهم 50% من التوانسه، خاطر كي نقولوا احنا توسكي ترونسبور في فرنسا كيلكي باغ سي لي ريبيتي باللي فيه كله براتيكمون 80% ترونسبورتور ترونسبورتور كلهم توانسه. دونك هذوما لي ترونسبورتور يبوسيد دي سيبور بيبليسيتير موبيل معناها كيلكي باغ عنده 3 متر بار 4 متر يدور بها نهار كامل يدور بها نهار كامل نهار كامل الكل. دونك سي جون لا معناها ايزون انونسي لور فولونتي de participer à l'événement. Mais malheureusement, ça n'a pas abouti. Ça n'a pas abouti. T'en es avec les halos. Entre guillemets, à la même occasion. À la même occasion, si Sofiane, j'avais un autre projet aussi qui est. C'est Taïb El Bakouch. وزير الخارجية وزير الخارجية اللي انا نقول قبل الانتخابات كنت قعدت معاه مرة نص نهار. ايوه بعد الانتخابات وقت ولا هو وزارة الخارجية ما قابلكش لا سبيل اليه. المشروع هذا فيه موتيفي ايوه سي بلاتفورم دو فونت اون ليني دو تو لي برودوي تونيزيان. انا جو مون اوكوب دو تو سكي ترونسبور اي ليفريزون ان اوروب معناها التونسي اللي يعيش لبرا والا الفرونسي كي فو اشتي ان برودوي تونيزيان نجم يشري ديريكتومون من عند لو فورنيسور هوني في تونس. انا جو مون اوكوب تو سكي لوجيستيك فيه ونعمل تو سكي فونت اون ليني. انا جو بوزي لا كيسيون عندنا 1.5 مليون تونسي يعيشوا في اوروبا
هذوما عندهم ميزانيه مليون في فرنسا، معنا مليون في فرنسا. المليون هذوما لو كان انا لي زوبجيكتيف نتاعي كانت نخليهم يشريوا في العام ب 100 اورو برودوي تونسي اللي هي سي تري فيزابل. تحسب لي انت مليون تونسي في 100 اورو قداش تنجم تجيب؟ فوالا تجيب 100 مليون، 100 مليون اورو، 100 مليون اورو اونتري اون ديفيز معناها اون ديفيز. والله هذوما ديزيدو سوفيا. احنا والله اون اتو لا ريكسيون نتاع مدام سلمى اللومي رقيق اللي سي اون امي نوزا ابلي باش نشوفوا شنو الرياكسيون نتاعها، خاطر هنا ريالمون ثم ان جو ديكريتور دو سيناتور دو رونكونتر اوفيسيال معناها سي مالك يقول بلاش انا العمل هذا نقوم به انا بليش وهذا غراتويتمون باغ فيلا كونفورماسيون تاع سيدي هو ولد ولد العظيمه. وبالنسبه ليه ما ثم لو سوسي سي باتريوتيك يخدم الوطن نتاعو فوالا. دونك اذا كان مدام اللومي حاضر الوزيره صباح النور، مرحبا بك على غاديو نت. مرحبا بك لاله، مرحبا. الوغ فو فولي رياجير فيزيبلومون. اي حبيت نتكلم خاطر كيما قلت فيها الراجل صفيان راهو معناها دون دو فاس انفورماسيون دابور شيف دو كابيني. ايوا ايوا تفضل مدام فوزيت سور اونتين. قول لي وقتي الحبيب. مدام فوزيت سور لي زون دو راديو ميد، تفضل. ايوا اون فوز ايكوت. ايوا فوالا باخي صباح النور. مرحبا بك باخي، مرحبا بك. حبيت جست نقول معناها سمعت معناها سي مالك بارتي دو فوالا سمعت سي مالك بون ساعة شفت كابيني قدامي قال لي عمري ما قلت هالكلمة هذه وحب يدو ريبوند هكا. أما يقول لي ما عندوش معلومات كافية على البرنامج اللي احنا عاملينها الجزائر من 2015 حتى لتوا. برنامج معناها ترويج ياسر على سوغ لي شين دو تي في لافيشاج مع لي زاجون دو فواياج لي فيزيت اللي قاعدين يجيونا لي جورناليست لي دكتور اللي قاعدين نعملوا فيهم ممكن ماناش قاعدين معناها نعطيو المعلومة أكثر. اما في الجزائر راهو تحب نقول حاجه في الجزائر معروفين اكثر من اللي في تونس ساعات في بقعة الجزائريين يجوا يكلموني. هذه حاجه كونسيرنون الجيري. عندنا ان بروغرام دو كوميونيكاسيون كي كومبليتمون شانجي غيرناه عام 2000 اخر 2015 وعام 2016 كنا في برنامج كبير مع اكبر قناه تلفزيونيه غادي كما تي اف 1 وانتين 2 وان 6 برنامج نتاع ان 6 بدينا نعملوا في هذوما دي كابسول معناها دو فوالا معناها دو كوميونيكاسيون سور لا تونيزي وغيرنا نوعيه الترويج تور تونس عاد غناش هنا خايفين من البلدان اللي هما خطرتوا الاسلام بالارهاب في تركيا في مصر في المغرب نفس الشيء راهو ثم تراجع كبير. واحنا فرنسا هما معناها سي ان كليون ناتورال من الاول من بدايه السياحه في تونس باقي كان هما اول معناها بلاد منها اكثر سياح لتونس. دونك عملناها سو فورم دو روبورتاج حتى فما حاجاتش نعديهم في اللي مدام سلمى اللومي سامحني نقطع سيادتك لكن زادة الخير ما في عندما هذا ان بروجي بور 5 مليار غراتوس اللي باش يتكلف لكم انتم 10 ملايين وهما باش معناها تو لي براتيكمون توت لي رو دو باري تكون كادريي بار دي زيماج نتاع تونس بروموسيون دو سياحه. علاش ما تخدموش عليه اذا كان عندكم برنامج سياحي؟ هذا بلاش نقول عمري مريت راني مدام هاو نرجع حتى البيغو دوغدغ نتاعك تلقى بتاريخ 8 جوان 2015 تعرف راهو مدام مدام سيدة الوزيرة لحظة بركة خليني تفضل راهو ثم دي ديزين دو بيرسون كي بروبوز دي بروغرام ساعات معناها دو نامبورت كوا. اما احنا نسمعوهم الكل عندك لوفيس دي توريزم ايوا خاطر احنا توا ماخذين دي سوسيتي دو كوميونيكاسيون ونخدموا مع المهنيين اي نعرف هذا من جوان 2015 مدام مدام والوالي هاو عمل مراسلات وقعد مع المندوب الجهوي. يا اخي المندوب الجهوي ما يتصلش بيك ما عملكش مراسلات اي ما قالكش عليه معناها كان ميم بور 5 مليار ان بروجي بور 5 مليار غراتويتمون افيريفي افيريفي وكان ثم ان بروجي دو 5 مليار عمرنا ما كنا فلتوا فيه خاطر هو المندوب الجهوي نتاع نابل مربوط بالديوان ديوان السياحه معناها المدير العام تاع السياحه هو اللي اتصل به ديريكت خاطر راهو ما عندكش فكره من العدد اللي قاعدين يبعثوا دي بروبوزيسيون وحنا مي ويش بيان مرحبا هو سيدي باتريوت واللي يبداو هما من المهنه وعندهم معرفه وعندهم درايه بالحكايه هذيا نتبعوهم ونمشيو معاهم ونشوفوا معاهم. واحنا عندنا راهو انديريكسيون ماركتينغ عندنا فيها كفاءات
ويعرفوا شنو الترويج ويعرفوا شنو مدام سلمى المومي فوزيتها انت دام رقيقه جدا ومراه مثقفه وتعرف هذه ملافه من 8 جوان 2015. اليوم احنا رانا نصم لو 13 افريل 2016، معناها والسيد حتى السيد الوالي اللي هو يمثل رئيس الحكومه يمثل رئيس الجمهوريه والسيد الجوب الجهوي عنده معهد بيفي شفناهم واتفاقات والمراسلات اللي سيادتك انت اسكو المراسلات ما توصلكش اسكو السيد مشكوك فيه السيد مشكوك فيه اسكو معناها ما تعادش تحبوا الامور بلاش ولا اوكي احنا معناها ليش ولا بالفلوس ما نفوتوا في حتى شيء اللي عنده معناها ان بروبوزيسيون فيق يشوفوها باهي جاوبنا على هذا مدام سلمى اللومي جاوبنا على هذا لو 8 جوان بعث لك مراسله رسميه موجوده في البيرو دوغ دوغتيك اليوم احنا بعد 9 شهور كيسكي 10 شهور كيسكي لوني اللي هي المراسله اللي عملها هذه تحب تو نجاوبك عليها ما نجاوبش نجاوبك عليها انا سو اما تو نجاوبك عليها مدام نحبوا نعاودوا نبعثوا لك لا كوريسبوندونس لا ما تحكيليش غدوة نشوفها ونعاود ونجاوبك عليها انت انت باش تشوفها من جهه احنا شنو هي الجواب ونجاوبك عليها انا خاطر كلام انت قلته على المدير الديوان قال لك انا عمري ما قلت الكلام هذا وهو مش عارف يقول لك كلمه تفضل الله يبارك فيك شكرا سيد الوزير مرحبا سيدنا مرحبا بك مرحبا بك اهلا بكم مولانا سي مالك السايحي شوف سي مالك السايحي يقول بعث مراسلات باش نلخص لك انا بغيت سي مالك السايحي قال بعث لكم مراسله بتاريخ 8 جوان 2015 يقترح فيها بانه 500 اسباس دافيش غراتويتمون على دي فيكول في لا ريجون باريزيان بحيث يكون في كل كيلومتر في كل رو باريزيان في كل كيلومتر معناها 4-4 فيكول فيهم بروموسيون للتوريزم التونيزيان هذه الحمله تكلف 5 مليار دويت باش قال لكم كان 10 ملايين تتبعوا فيهم ليزافيش هذوما انتم ما جاوبتوش اقترح عليكم حتى دوتخ ايفينمون غراتويتمون وسيد ولي نبل وسيد المندوب الجهوي كذلك داخلين في العمليات هذه وبالنسبه للجزائر يقول انه اقترح باش يجيبوا سواح من الجزائر ويعملوا درابوات نتاع الجزائر يقول وانه سيادتك انت قلت له رحنا كلينا تريحه في حكايه قصبه الحكايه هذه افطار التسامح ولا في حكايه القصبه الافطار بتاع التسامح اللي عملتوه في القصبه هو بعد هو سامحني بالنسبه للاوبيراسيون كونه معناها اقترح علينا ديز سباس قيمه 5 مليار دولار واحنا ما مشيناش هذه يظل هذه صعيب كان واحد عاقل ما يعملهاش تو انسان يجي يقول لك حتى 100 سباس بلاش في فرنسا تو نقزوا عليها مش على ما جاوبتوش هي المراسله سيد وزير الديوان لو نسميوه رئيس الديوان هو وزير الديوان المراسله ل 8/6/2015 على ما جاوبتوهاش وقلت له كما قالت لك السيده الوزيره تو غدوه على الصباح انترفونير معاكم ونشوفوا الله يبارك فيك هذه ونشوفوها ما ثم حتى اشكال احنا على ذمتكم دو بالنسبه للافطار نتاع رمضان نتاع القصبه اكثر واحد يقول لي بوهان يقولها سو كونترول دو مدام لا مينيستر اللي تبنى الاوبيراسيون هذه ودافع عليها ولليوم نقول راهي ناجحه هو وتنجموا تتصلوا هنا الله يبارك بالنسبه للجزائر بالكل وصلت الجامعه نتاع المطاعم السياحيه اتصلوا بها وقول لهم شكون دعم لا لا متفقين سي محمد حواس قال لنا يعطيكم الصحه فوالا نحبوا نعرفوا احنا فيما يخص الدوسي نتاع الجزائريين ولا بروموسيون دو توريزم الجزائريين لافيتاسيون غراتويت نتاع صحفيين جزائريين الى بروموسيون دي ماده تونيزي بخي دو الجيري نوتامون في الميديا احنا سي سفيان كما قالت لك قابلتوا انت سي مالك ولا انا سي مالك بون نجم نكون قابلته اما راني نقبل في نهار 10 سفيان يقول لك من جوان الاسم توا مالك سامديريان مالك الساحي اسمه الساحي معروف في تونس عائله عريقه وعظيمه من التابع عائله عريقه ومرحبا بك وصل كل من عائلات عريقه ومرحبا بك انا يعني اسمه ما يتصلش سفيان ما تفكرش وما نجمش انا نقول لك في واحد قابلك 10 شهور التالي تتفكر ولا نجم نقول والله انا عندي اجنده قدامي نجم نقول لك حتى المكالمه هذه تو بعد تفسير نقول لك شكون فيها يحب لي توا ساعه مش نجبد الاجنده ونبدا نجاوبك على الطبيعي الله يبارك فيك ينجم في الساحي يجي اليوم على ذمته نهار كامل يجيك وقتاش اليوم يجيك الوزاره وقتاش اليوم في كل وقت في الساحي تنجم تمشي الوزاره اليوم العشيه ينجم يجيك وقت ثلاث انت عندك تعليق سي مالك انا عندي تعليق واحد انه المراسله اللي يخص اللفتات الاشهاريه راهي ما تمتش عن طريق معناها البيرو دورد نتاع الوزاره كهو حتى السيد الوالي لا سامحني سامحني بالتاريخ نتاع في جوان عام ناول جبت لك انا اون مان بروبر استقبلتني خاطر السيده الوزيره كلمتك وقالت لك استقبل السيد هذايا استقبلتني اعطيتك الزوز المقترحات اون مان بروبر قلت لك بلا بالمقترح هذا يزيد ارضع السيده الوزيره نتاع اللفتات الاشاريه من بعدها
حتى السناب لشهر فيفري اتصلت بالسيد الوالي تاعنا بالمره الاخرى قلت شنو هو اسكي بالرسمي اسكي الجراتوي اليوم ما عندوش بلاصه قلت شنو هو انيشيتيف كيما هكا السيد الوالي نبل بالله علاش بالضبط السيد الوالي نبل راسلكم سي حمام خاطر عليه راسلكم وعملنا فيها جلسه سي حمام لا شف كابيني ولا الدكتور جينيرال سي حمام سي حمام سي حمام سي حمام وشف كابيني سي حمام سي حمام انا قابلت سي حمام سي حمام كان الدكتور جينيرال انا جسي اخي اندوي في سفيان اونيرور ديزولي ديزولي انا شو شغل انت في الاخر كلها وزاره السياحه ولا انا كلها مولاي الفوات ريبريتي لكن سيدي باش نقاطعك باش نقاطعك ومن بعد قلت في حمام سامحني باش نقاطعك سيدي باش نقاطعك هي الوزيره خاطر هو حتى توا كي حكيت معاه انا قبل في الموضوع هذا قال لي علاش انا بكري جبت له على قلت له قابلتش حد اخر قابلتش حد اخر قال لي الوزيره احالتني على سي حمام اللي هو نعرفه كيف في السبيكس ولا اي عمنا والبدل ولا في الانتيتي باهي كان في السبيكس مش مشكلة ولكن سي سفيان ثم حاجه بس ما هو الدوله مداخيلها عده تو يقابل سي حمام يقابل سي حسن يقول ما قابلتش البرنامج بتاعنا ولا قابلني انا يقول احسن ما في بالي سي سفيان احنا اليوم العشيه تقبلوه يتفضل نقبلوه انا ونقبلوه سي حمام ونقبلوه شو عملتي انت صديقنا انت صديقنا ولا سلمى اللومي اندام تري ديليكات ان كان له احترام كبير عاشر ربي يفضلك ماذا بينا تجاوبونا احنا غدوه زاد مش فاهم انتم وانا نقول شنو صار يرحم بيك عايش خويا يرحم بوك الى اللقاء سيدي وتحياتي السيدة الوزيره شكرا لك شكرا لك الى اللقاء ولا سلمى الى اللقاء شكرا حاجه بك يا حبيبي نختم بها انه انا ما اتصلتش كو ثم حتى الولايه نابل اللي هي ممثله على الحكومه تصلك بوزارة السياحة و dans le but d'organiser cet événement et c'était prévu pour le 20 mars. معناها كيلكو باغ سي داكور فيزيبلومون هما تو حسب يقولوا هما ما ينكروش يمكن يا يوسف بروبليم انا لو طلعت شويه العديد المرات خاطر سي حمام ماهوش شيف كابيني ممكن الشيف دو كابيني بيان سور هو ماهوش هو هما ناس معناها مادام ثم مراسلات ومن عند السيد الوالي يسير الوهمي ينجم يقولوا هذه انت قلت عطيتها لسي حمام اون مان بروبر ونشوفوا احلى انت توا باش نلخصوا مشروع تاع 5 مليار دولار عامله تونسي بدافع وطنيه وباش يتكلف على الوزاره كان 10 ملايين السيده الوزيره انا نفهمها كي تقول لك انا غيرت الارجيومونتير نتاعي في الماركتينغ نتاعي والا في لا بروموسيون تاع تحسين صوره تونس كوجهه سياحيه وغيره باعتبار خصوصيه الملح نفهمها لكن زاده زياده الخير ما فيها ندامه وانت انسان مختص على مود دي شوز كان يفكسوا عليك كيما عملنا احنا ندخل لجوجل نمشي ونسالوا العباد نعملوا تليفونات وغيره اون في دي ريكوبور خاطر مش البرومي فينو يجي يقول حكايه نقبلوها هكاك دونك هنا على ما يبدو وانه ثم خلل في العمل الاداري هو اللي ربحناه الان وانه سيادتك باش تمشي لهم اليوم ثلاثه تراشيه ان شاء الله تمشي بالدوسي نتاعك وبالدوسي نتاع السيد الوالي اللي مشكور خاطر السيد الوالي قام بالعمل نتاعو فوالا نشكروه هو المندوب الجهوي ونشوفوا غدوه كان عندنا تخبرنا كان تحب ترجع لنا وتاخذوك بالتليفون وقلنا صار هما تو يكلمونا هما ناس ودودين جدا ويكلمونا وهما الحق عندهم ساعه طول نعملوا سويسي حتى كي ننقدوهم يسون توجور تخي ريغلو خاطر يعرفوا اللي الهاجس نتاعنا هو خدمه مصلحه الوطن انا اقول لك سي سفيان اخر كلمه لتونس بلادنا اليوم ما عادش عندنا وقت باش نضيعوه ما عادش عندنا برشا وقت باش نضيعوا وان شاء الله بلادنا فيها ياسر الناس كيف كنت شي مالك اللي انت شاب واللي كما قلت انت ولتاله العزيزه واللي في الشتاء معناها اللي تقلد وقلت نجري باش حي العالم وهذاك تقول اش عطيت لبلادي مش بلادي اش عطاتني انا كي قلت اسم السايحي معناها خاطر نعرف السايحي وعندي عديد اصدقاء في الهده في سوسه ولا كمون في الشيخ السايحي معروفين في تالا عرش كبير وعائله كبيره ونعرفهم ماجروا في الشيش شباب مخلطين انا مخلطهم ونعرفهم اصدقاء دونك ما تنساش بسهوله احلى ماذا بينا النجاعه اذا كان المشروع هذا ينجم يعمل حاجه لتونس نديتكم مازالت قدامنا معناها البريود المشروع هذا ينجم يعمل اي بو كريي ان فينومين دو باز فوالا انت اليوم اقوى حاجه هو الستريت ماركتينغ العباد اللي تصور حتى لي ميديا فرونسي وقت اللي راهو 250 كاميون في وسط باريس باريس تولي انفايي باغ لي كاميون فيهم لي درابو دو تونيزي باش تي اف 1 ام 6 ترى شنو اللي بتعمل لك غدوه فوالا هما يصنعوا الحدث باش ما يصنعوا الحدث يزمو يجي يصور بسيف عليه فوالا وخاصه ليفينمون تاع تاع معناها اللي تحكي عليه انت في لي شون يكون مهم ياسر وقت اللي يكون 300 تونسي لابسين لبسه تقليديه هذايا هو انا اورغانيزي ان بروغرام مع السيد الوالي نابل مشكول كما قلت لك بروغرام كومبلي ينجم يعمل فريمون خاطر ما تنساش اليوم ان شاء الله ما نكونش نفذ نتاع المشروع نتاعك خاطر ما نمشيش ياخذوا دي كوميسيون في المشاريع اللي يعملوها في اسواق اجنبيه احنا نحب نوصلوا توا للنجاعه سي مالك مرحبا بك المنبر هذا نتاعك انت نتاع كيف الزمان الحي اللي حاب تخدم واحنا البارح انا وحسن
نحوسوا في المدينه لي زالوا لتعمل، وقابلنا عباد في حاله يرثى لهم تاع لي زارتيزون، وكنا نحكيو الصباح وقت اللي السياحه تعم تاع لي زارتيزون، نابل وحمامات وسوسه وجلبه ومدين وجرجيس وتبرقه والكاف ومكسل وتوزل ونفطه، المناطق هذه كلها سياحيه والقروان وتستول وغيرها، الناس قاعده تعادي سيتو لي غاني بوتي. اليوم ماذا بينا وانه اي تونسي عنده مشاريع كيما هكا ديزانتيريكتري ما عندوش مصلحه ماديه فيها، وكما قلت الوعز نتاعه وطني يكون هو مبجل على غيره. هو ديجا التونسي كي يعطي ان بري في مارشي اكثر من الاخر ب 10% يقولوا الى 110 ديجا فبالك في المارشي على الاقل يجيب لك بلاش. مرحبا سي مالك في كل وقت، غدوا ناخذوا الخلاصه نتاع العمل ومشكوره الوزيره اللي اتصلت بنا واللي تنترفوني اون ديريكت العشيه تاعي وسيد الكابيني وزير الديوان. فوالا غدوا ان شاء الله اون فوغالو مرحبا بك شكرا لك سي مالك ساحي. Oh.